السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. اليوم ويانا موضوع جدا مهم، إن شاء الله راح نبلش فيه بسلسلة جديدة اسمها الانسرتينيتي أو الكلايمت تشينج، راح نسميه الكلايمت تشينج، وراح ندرس في التفاصيل وشنو يعني التغير المناخي وكم تقرير موجود لحد الآن. وصلنا للتقرير السادس الاسسمنت ريبورت الخاص بالكلايمت تشينج، شنو التغييرات تصير بكل تقرير، شنو يعني كلمة انسيرتينيتي. انا من ادرس كلايمت تشينج اذا ما دخلت الانسيرتينيتي وعدم الموثوقية هذا شيء صحيح او لا، راح ان شاء الله بكل تفاصيله شنو البرامج اللي نشتغل بها على كلايمت تشينج. هي مو برنامج كلايمت تشينج، وانما كل فقرة بها برنامج، كل فقرة ضمن فقراتها بها برنامج، فان شاء الله راح نتعلم بالتفصيل الممل. هذا الموضوع جدا 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 مهم. اولا اتجاهات العالم الحديث كلها نحو السيستم وقلتي الاستدامة والتغيرات المناخية، اللي يشتغل ضمن الووتر ريسورس، اللي يشتغل ضمن الانفيرومنتال، يعني تخصصاته او صار الكلايمت تشينج بكل موضوع يدخل. فنجي هسه يعني حتى ادرس كلايمت تشينج اخلي في بالي لازم عندي ما دام كلمة كلايمت تشينج موجودة اذا اكو موضوع تأثيرها على اي ظاهرة انا ادرسها، لازم اكو موضوع انسيرتينيتي عدم موثوقية. ليش؟ لان التنبؤات الخاصة او الموديلات المستخدمة مستحيل تنطيني كلها نفس الريزلت، لذلك تكون هنالك عدم موثوقية او عدم يقين يسمونه الانسيرتينيتي. طبعا انا ارتئيت ان اتناول او يعني اتكلم بهذا الموضوع لان شفت بعض الاخوه مثلا يتكلم انسيرتينيتي يعزيها لسبب واحد، انه ها فقط الموديلات المستخدمه الهيدرولوجيه، او فقط موديلات الجلوبال كلايمت موديل، او فقط موديل النطاق التصغير ينطيني انسيرتينيتي. هو خطا، ماكو هيك شيء، اكو عده عوامل احنا ايضا ما راح نتكلم بيها بكل امورها، ولكن اكو عده عوامل رئيسيه جدا، هي خمس عوامل، هاي العوامل هي اللي راح تنطيني الانسيرتينيتي بصورة عامة، لأن ضروري أتناولها كلها، ضروري جدا. نجي طبعا هاي الفقرة جدا تنتبهوا لها، شو تقول الفقرة؟ تقول الاناليسيس اوف كلايمت تشينج، عندما أنت تحلل أي موضوع ضمن ظاهرة التغيير المناخي وتأثيراته على أي موضوع، احنا راح نتكلم عن الدورة الهيدرولوجية أو الهيدرولوجيك سايكل از كومبوننت، هو عبارة عن يعني يتكون او يترتب لازم اكو موضوع اسمه الانسيرتينيتي سورس، مصادر لعدم اليقين. شنو تتضمن؟ خمس مصادر. نمبر 1 الجي احنا نسميه الجي سي ام انسيرتينيتي، اللي هو جلوبال كلايمت موديل انسيرتينيتي. يعني شنو؟ انا البيانات اللي راح انزلها من النموذج المناخ الاقليمي او العالمي، اما ريجنال كلايمت موديل او من الجلوبال كلايمت موديل، ايضا يعطيني انسيرتينيتي. ليش؟ لان كل موقع ابلكيشن ينزل لك تلاحظ اكو اختلاف بالريزلت لنفس البوزيشن لنفس النقطه. اذا ها شنو معناها؟ معناها اذا يعطيني انسيرتينيتي. الموضوع الثاني اللي يعطيني انسيرتينيتي اللي هو الداون سكيلينج. انا اكيد البيانات من انزلها من هذا النطاق الجلوبال كلايمت موديل او الريجنال كلايمت موديل راح تكون خشنه، يعني لان راح ينطنيها على نطاق عالمي او اقليمي، انا اريدها على ضمن منطقه دراسه معينه، فاحولها الى مثل ما نقول احنا شبكه ناعمه، فلازم اسوي لها تصغير نطاق. وموضوع تصغير النطاق راح نجي نتناوله بمحاضرات خاصه، وشنو انواعه وشنو الادفانتج ديس ادفانتج كل طريقه يمتى استخدم هذه الطريقه، وشنو هي الموديلات الشغاله لحد الان على كل طريقه. نجي اذا انسيرتينيتي يجي لي من تصغير النطاق داون سكيلينج انسيرتينيتي. ليش؟ لانه انت مثلا عندك كم طريقه للداون سكيلينج؟ ثلاثه، اللي هي ستاتستيكال والدايناميك والهايبرد. لكل طريقه عده موديلات، كل مثلا الستاتستيكال عندك طريقه موديل لارس، عندك موديل السي ام اتش واي دي، هذا ما يعتبر موديل هيدرولوجي، وعندك الموديل اللي هو ريجنال كلايمت موديل اللي اسست شركة ناسا، يعني هواي موديلات راح نسولفها بأم. يعني تخيل ضمن نفس الميثود عندك موديلات، الموديلات هاي ما تطلع النتائج نفسها متماثلة، وإنما بيها فرق. وتخيل على ثلاثة طرق، فأيضا تجيني انسيرتينيتي من عملية تصغير النطاق. بعد الانسيرتينيتي منين يجيني؟ من الانسيرتينيتي يجي من الماجنتيود، قيمة الفيوتشر سيناريو. شنو معنى الفيوتشر سيناريو؟ يعني اني راح اتنبأ مستقبلا بسيناريوهات خاصة مثلا بالانبعاث، تمام؟ وانا ايضا يعني انا من اسوي داون سكيلينج لازم ادخل تأثير الغلاف، يعني هذا
فالفيوتشر سيناريو انا عندي مثلا تاثير تركيز الغازات الدفينه، تاثير الاحتباس الحراري، كل هاي ايضا بها انسرتينيتي لانه كل نسبة تنطيني ريزلت تختلف، والانسرتينيتي جايتك من الموديل الهيدرولوجي اللي تطبقه على الفلوري جيم مالتك. يعني مثلا اذا استخدمت سوات واستخدمت هيك اتش ام اس واستخدمت الووتر شيد موديلين واستخدمت كذا، تلاحظ كل موديل ينطيك ريزلت تختلف عن الريزلت الثاني بنسبه وان كانت قليله. فاذا شنو معناها؟ ماكو شيء اسمه 100%، فاذا هذا ينطيك انسرتينيتي. بعد منين الانسرتينيتي؟ وهاي نقطه جدا مهمه، الانسرتينيتي تجيك من البيزا كوركشن ميثود، طريقه تصحيح التحيز. انت من اكيد البيانات مثلا اللي تطلع لك من الجلوبال كلايمت موديل او من الريجنال كلايمت موديل لازم تسوي لها تصحيح، ويوم تسوي لها تصحيح لازم تعدك بيانات حقيقيه تاريخيه، احنا نسميها الهيستوريكال ويذر داتا او كلايمت داتا، وانا جبت بيانات فيوتشر مستقبليه بريدكشن اتنبأت بها عن طريق احد المواقع العالميه. فاذا لقيت اكو مثلا بخطأ بالمسار فلازم اسوي له تصحيح، اكو عده طرق للتصحيح للفيزا كوركشن ميثود، فايضا هاي تنطيك انسيرتينيتي. نجي بصوره عامه، يعني انا سألت سؤال ايضا قالوا احنا متى يدخل تاثير تركيز مسار الغازات الدفينه ريبريزنتيف كونستراكشن باثوي او تاثير مثل الاحتباس الحراري، وين يدخل ضمن اي طريقه من ذولي؟ وين راح ياثرن؟ ياثرن على اول وحده اللي انت تنزل عندها البيانات، شلون البيانات المستقبليه اللي من اما من الجلوبال كلايمت موديل او من الريجنال كلايمت موديل. هذا الانسرتينيتي مالته شو تضمن؟ هذا هسه يقول لي احد منين تجي الانسرتينيتي مال هذا؟ هسه انت هذا سولفتي قلت عده طرق اللي هي الهاي بار والستاتستيكال والدايناميك، هذا السيناريوهات المستقبليه، هذا سولفتي لنا على عده موديلات هيدرولوجيه، لكن هذا ما تكلمتي عنه نهائيا شنو يعني الجلوبال كلايمت موديل. ما تجي الانسرتينتي مالته، تجي من الجلوبال موديل، الموديلات العالميه اللي راح تعطيك الاوتبوت مالتهم. كذلك تاثير تركيز شو اقصد بها هاي يعني ضمن الانسرتينتي مال الفيوتشر، يقصد بها الاميشن سيناريو، يعني السيناريوهات الخاصه بالانبعاث، هاي مال الفيوتشر سيناريو نقطه رقم 3. الانسرتينتي اند ماجنيتيود اوف فيوتشر سيناريو يقصد بها سيناريوهات انبعاث، يعني السيناريو مثل ما نعرف احنا عندنا اكثر من سيناريو للانبعاث، عندنا الريبريزنتيف 4.5، عندنا 8.5، عندنا كذا، فكل هاي مسارات الانبعاث الاميشن سيناريو كل مسار تاخذه انت يعطيك نتائج تختلف عن المسار الثاني. فهذا المفروض انت من تدرس كلايمت تشينج تاخذ تاثير الانسرتينيتي، لان اذا انت ما اخذت تاثير الانسرتينيتي معناها شغلك غير مضبوط مثل ما نقول. فشنو تسوي انت؟ المفروض تاخذ اكثر من موديل وبعدين تسوي الافرج وتاخذ قيمه نهائيه تحتسبها هي، حتى انت تاخذ تاثير كل هذه الموديلات او البيانات المناخيه او غيرها. اتمنى ان شاء الله اكون وفيتكم بمعلومات جدا جدا بسيطه عن موضوع الانسرتينيتي. ولا تلاحظ هاي العباره of the uncertainty of analysis is high، عندما تكون نسبه بالتحليل عندك انسرتينيتي عاليه فهذا راح يعطيك فد مؤشر سلبي انت تاخذ decision making. لان مثل ما نعرف احنا من ندرس ظاهره معينه المفروض انا في نهايه الامر انطي مانجمنت، انطي اداره، انطي قرار تحكيمي انه مثلا لاداره هذا المشروع، لاداره هذا الستركتشر. فاني اذا ما مدخل موضوع الانسرتينيتي فشلون راح يكون قراري؟ اذا انا اعتمرت على مثلا موديل واحد او اعتمرت على فد بيانات واحده، اعتمرت على طريقه واحده وما دخلت موضوع الانسرتينيتي معناها انا دراستي ما تكون دقيقه 100%. فلذلك ضروري جدا ناخذ موضوع الانسرتينيتي، واني بالنسبه لي اذا تسالوني اعتبره اهم موضوع ضمن التدخل الخاص بتاثيرات التغيرات المناخيه، سواء كانت نحو الجفاف او كانت التاثيرات المناخيه نحو الفيضانات وكثره الامطار. فنجي هنا التاثيرات المناخيه تدرسها لازم تدرس الانسرتينيتي، وعرفنا اهم مصادر الانسرتينيتي هم 5،
تقدر انت تقرا عنهم بالنت وتنزل مصادر حديثه وغيرها وتاخذهم بالتفصيل. لكن انا حبيت هاي المحاضره تكون محاضره جدا بسيطه، انطيك العناوين الخاصه برؤوس الاقلام، بما انه انت باحث تقدر تروح تبحث وتغوص بهذا الموضوع وتدرس عن هذه التفاصيل الخمسه، وانا ان شاء الله بكل الاحوال راح اشرح لكم اياهن. لكل نقطه اوبشن اخذنا راح ناخذه بالتفصيل وندرسه ونعرف شنو معناه ان شاء الله. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على القناه، وهذا الموضوع الخاص بالكلايمت تشينج والتفاصيل الداخليه راح نتطرق له ضمن بلاي ليست خاص بي ان شاء الله. واذا عندكم اي سؤال او استفسار يحتاج الى فيديو نسوي لكم ان شاء الله. لا تنسون دعمكم انه بالاشتراك بالقناة، تدعون زملائكم الباحثين، لأن هذا الشيء راح يحفزنا أنه نستمر إحنا بنشر هذه الفيديوهات التعليمية. نلتقيكم بفيديو ثاني آخر، دمتم بأمان الله وحفظه.